لا لا مش عايز انا، لا الحمد لله لا مش عايز، بس اي اماكن ممنوعه هبقى عايز اخشها. اهلا بيكم، واضح محمد ممدوح. لما كانت العيلة بتتجمع عشان نطلع مع بعض كلنا مصيف. لا ما اقدرش اقولها، هتحبس غالبا. حلو السؤال ده قوي، يعني حاسس ان كل حاجه في حياتي حصلت مني اتعلمت منها حاجه حتى لو حاجه غلط. اكتر حاجه في حياتي بخاف عليها اهلي واخواتي. الحمد لله في ايام كتير، بس اكترهم طبعا كاميليا. لما جت كاميليا ده كان يوم غريب كده مش عارف اوصفه، يعني شبه سعاده ولا حب ولا فرحه ولا ايه، يعني ربكه ولا ايه، بس كان اكتشفت ان هو اسعد حاجه حصلت لي في حياتي ان كاميليا جت. الحمد لله. اصعب حاجه عملتها في حياتي يا لا، انا ممكن اقول لك ايه اصعب حاجه حصل، يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي مثلا، يعني انا في قبل كده فرن فرقع في وشي واتحرقت، النار مسكت في هدومي وفي وشي وبتاع. كنت فاتح محل، بفتح محل اكل، يوم الافتتاح ضرب فيا الفرن، كنت بعمل حوش. اقول لك بقى دي عشان دي حاجه لا تحتمل. والله مرة كنت واقف على يعني قدام عناية مركزة، عناية مركزة أبو واحد صاحبي صديقي قوي قوي، في يعني في معزة عمي، يعني بقول له يا عمي، يعني كان في العناية المركزة. فأنا واقف قدام العناية متوتر جدا وعايزين وعايز أهدي صديقي وي وي، لقيت واحد جاي يقول لي ممكن صورة، فقلت له والله أصل عمي جوه. قال لي معلش معلش مش هيحصل حاجة. قلت له لا انا احنا في مستشفى مش يعني. هيبقى لي يا سيدي ما انا ابويا في الانعاش، ايه يعني اقعد معاك فوق؟ فايه ده بجد؟ نفسي استحمل البدل، يا هيبقى حاجه جميله قوي لو استحملت. انا بكره البدل، بكره البدل. الحمد لله شفت الناس كتير جدا جدا. همشي يعني في اماكن كده هحاول اخشها، اي اماكن ممنوع اخشها. لا لا مش عايز انا، لا الحمد لله لا مش عايز، بس اي اماكن ممنوعه هبقى عايز اخشها. محمد ممدوح. كل انواع الاكل، لما ابقى حابب. انا ما بحبش اقعد في المطبخ خالص، انا بتضايق من المطبخ، بيعصبني المطبخ، مع اني كان عندي محل اكل بعمل كل الاكل فيه، بس انا بتعصب من المطبخ. احب ممكن يعني ممكن اكسر اطباق جدا كلها. خليها على الله. شكرا، واضح.